له فقرة أخرى يقول بالنسبة للجمعة هل لها راتبة قبل مثل الظهر؟ لها راتبة بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها قيل 4 ركعات وقيل 6 ركعات، كل ركعتين بسلام. أما قبلها فليس لها راتب، خلاف الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها. أما الجمعة فراتبتها بعدها ولا راتبة لها قبلها، ولكن من جاء إلى المسجد يوم الجمعة يصلي ما تيسر له ثم يجلس ينتظر الخطبة والصلاة. نعم.